يوم الوفاء والنصر هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومعايا يمكن زي ما بنقول اسد الداخليه وقائد النادي الاهلي المدير التنفيذي للنادي الاهلي عميد محمد مرجان. الاول بهنيكم على اليوم المميز ده، وكالعاده مجلس اداره النادي الاهلي والوفاء والتكريم لكل الرموز وخاصه كمان حرب اكتوبر، يوم رائع وكلمات رائعه جدا. العميد محمد مرجان، حابب تقول النهارده على اليوم المميز ده؟ اولا انا يعني بقول الحمد لله اللي احنا يعني بنول شرف زي ما كابتن خطيب قال اللي احنا نبقى في وسط المكرمين النهارده اللي هم الابطال الحقيقيين، ابطال حرب اكتوبر. احنا يمكن عمالين نقول وبنعيد وبنزيد اللي احنا فعلا بلدنا واولادنا وشبابنا محتاجين روح نصر اكتوبر، لان اكتوبر نصر اكتوبر دي ما كانش بالساهل، ده كان جهد وكان تفكير وكان صبر وتحمل مشقه وتحمل جلد وتحمل كلام يمكن قريب جدا من الظروف اللي احنا فيها دي. يمكن امبارح انا بتفرج على بقى يعني استاذ راس في احتفالات اكتوبر، وكلمه قالها انا ركزت فيها كويس جدا، قال لك كل ما تحس بتعب وكل ما تحس بضغط وكل ما بتحس ان الناس عماله بتهاجم اكتر، اشتغل اكتر. الشغل هو اللي هيخلينا نثبت وطنيتنا ونثبت بلدنا. احنا عايزين من بلدنا وعايزين من ولادنا وعايزين من شبابنا. انت بتعلم اجيال النهارده، احنا لينا دور، النادي الاهلي دور مؤسسي مجتمعي، دور رياضي. يمكن في سياده اللواء حافظ قال كلمه عجبتني جدا جدا، قال لك النادي الاهلي قلعه الوطنيه للمجتمع المدني، المؤسسه العسكريه هي قلعه الوطنيه للعسكريين. فانت اما تسمع الكلام دوت، اما اولادنا النهارده واحفادنا الصغيرين والاطفال يشوفوا جددهم ويشوفوا الاب ويشوفوا الام ويشوفوا زوجه الشهيد اللي جايه تتكرم النهارده، يمكن النهارده عندنا ابن الشهيد المنسي وعندنا شهداء موجودين النهارده في العصر اللي احنا فيه. فالحروب مستمره، ابطال مصر كتير في كل المجالات. اتمنى ان احنا نكون قدرنا بس نوفي بحاجه. لا انت شايفه النهارده ده احنا اعلنا يمكن فكره زي ما الكابتن قال، الفكره الحمد لله اتبررت بالشكل الجميل اللي انت شايفه ده. احنا اعلنا بقى لنا ثلاث اسابيع، الثلاث اسابيع تقدم لنا الاسامي دي، وانا متاكد ان في ناس كتير ما وصلتش، بس اكيد ان شاء الله هي فكره ونجحت. وهنبدا نكرم رموزنا على الفتره اللي جايه، مش عشان حاجه، احنا عايزين ولادنا يبقى ليهم قدوه، عايزين ولادنا يبقى ليهم مثل اعلى فعلا يحتذوا به زي ما احنا اتربينا. انا من صغري مع والدي بياخدني مع المظلات، اتصور مع ابطال المظلات، اتصور مع الصعقه موجودين، هو ده اللي ربى فيك الروح العسكريه. فالحمد لله رب العالمين. انا يعني بهني اعضاء النادي الاهلي اللي هم مشرفونا النهارده، وبهني ابطالنا، بقول لهم احنا سعداء اللي احنا معاكم النهارده وشرف لينا. وان شاء الله كل مناسبه باذن الله وطنيه او كل مناسبه قوميه النادي الاهلي يبقى ليه دور، لان ده دور النادي الاهلي الوطني ان شاء الله باذن الله. كمان عايز اتكلم على حاجه مهمه جدا، وهو دعوه اعضاء الجمعيه العموميه للتواجد في متحف القوات الجويه، ودي كمان لمسه رائعه جدا في الثلاث فروع ان شاء الله يكونوا متواجدين. ده تم التنسيق ليه ازاي؟ وكلمنا على اليوم ده محمد بيه. هو برده نفس القصه، عيد القومي للقوات الجويه او احتفال القوات الجويه يوم 14 ان شاء الله باذن الله. كان في اتصال مع قيادات في القوات الجويه، وفي هم عاملين متحف حاجه على مستوى راقي جدا جدا، وهم بالفعل برضه سابقنا، ابتدوا هم بيعملوا معسكرات وبيعملوا اليوم التدريبي للاولاد الصغيره، بيعملوا المعسكر. سمعت برضه في التنسيق اللي فيه معسكر كامب لمده شهر، اولادك الصغيرين بيروحوا هناك يتمرنوا ويتعلموا، يتعلموا ازاي عسكريه، بيتعلموا ازاي التزام، بيتعلموا ازاي وطنيه. فدي ان شاء الله باذن الله يوم الاحد الجاي في رحله مجانا لكل اعضاء الجمعيه العموميه اللي هيشرفونا وعايزين يروحوا. اتوبيسات تحرك من البنايه الرئيسيه، يروح يشوف المتحف القوات الجويه، هيعرف تاريخ القوات الجويه المصريه وقوه القوات الجويه المصريه من اول طياره دخلت مصر لغايه احدث حاجه النهارده الرافل. انا عايز اروح للمهم قوي ده، المهم قوي ده طبعا، يمكن اللواء سعد مرجان والعميد محمد مرجان، يمكن الاب والابن، ويمكن لسه محمد بيه كان بيتكلم، عرفنا ازاي الانتماء والوطنيه من تواجده معاك في المظلات. الاول بتشوف الابن ازاي كقائد في النادي الاهلي، كمدير تنفيذي في النادي الاهلي، قبل ما اكلمك عن اي حاجه ثانيه؟ والله انا بشوفه هو بيؤدي بطريقه جميله جدا، وموروث عن الوالد يعني عن ابوه يعني طبعا. ربنا يبارك فيه طبعا. احنا شوف اليوم النهارده ازاي يا سعد بيه، وبتشوف التكريم من النادي الاهلي ازاي، مجلس الاداره والاهتمام الكبير ده، بتشوف اليوم ده ازاي؟ والله يوم جميل جدا، وبنشكر المجلس على انه فكر في المنظومه الجميله دي، وانه جاب الابطال دول من كل حته، وفيهم ناس يعني على جميع المستويات، حاجه جميله جدا، ويا ريت الناس تقتدي بيه، ودايما الاهلي سباق في الحاجات دي يعني. مع محمد بيه بقى وارجع لك تاني، رساله اخيره لكل اعضاء الجمعيه العموميه، حابب تقول ايه لكل رموز النهارده؟ محمد بيه مرجان، حابب تقول لهم ايه؟ اقول احنا عايزين كلنا يبقى عندنا روح نصر اكتوبر، عايزين كلنا نتحلى بالروح دي، بنصبر. النادي الاهلي نادي ليه دور وطني بيأديه، دوره الرياضي في الدوله هو حصول على بطوله افريقيا ان شاء الله، واسعاد الجماهير كلها النادي الاهلي، وهو ده هدفنا وحلمنا ان شاء الله باذن الله. سعد مرجان، النهارده يوم مميز جدا ويوم رائع،
حابب تقول النهارده على الحضور الكبير ومجلس اداره النادي الاهلي ان هو يكرم رموز حرب اكتوبر؟ بتشوف الامر ده ازاي؟ بقول لهم متشكرين، ويا ريت كل الناس في مصر وخاصه الشباب يخدوا بنصر اكتوبر والاحداث اللي حصلت، والابطال اللي قالوا الله اكبر وعبروا واعتمدوا على الله وعلى قوتهم لاستبدال الارض، لان اتعملت خطه مسبقه وخطه جيده للعبور والنصر والتجهيز جيد ليها. ارجو ان كل الناس في مصر لما تيجي تعمل حاجه تكون مجهزه لها بطريقه جيده علشان يطلع الانتاج الناتج كويس. شكرا جزيلا.